يجمع من إيفنت بهارات الغرب. استمتعنا بالأجواء اليوم، كانت مرة رهيبة. وعلى هالأجواء الجميلة يبيلها طبخ كبسة، ومو أي كبسة، كبسة الهبة، كبسة الغربي. مع بهارات الغربي الطبخ يصير أسهل. حطينا الدجاج، وحطينا البصل والثوم وورق الغار والليمون والزيت وبهارات الكبسة، وحطينا الملح والفلفل الحار، ونحط آخر شيء الموية، ونحرك أحلى تحريك، ونقفل عليها لمدة 25 دقيقة. نرجع بعد ما يطبخ الدجاج، ورجعنا بعد 25 دقيقة. أوه لو تشمون الريحة، شيء يفتح النفس. وطلعنا الدجاج حطيناه في الفرن عشان يتحمر، وبعد ما طلعنا الدجاج نحط الرز والجزء الرزبي، ونرجع نقفل عليه لمدة 15 دقيقة. ويطلع لكم هذا المنظر رهيب يا جماعة. فعلا الطبخ أسهل مع منتجات الغرب، يعني اللي ما يعرف يطبخ راح يعرف يطبخ. شوفوا كيف طلع الرز، المنظر يشهي، حتى الشبعان وده ياكل. تعالوا نجربها ونعطيكم رأي ونقول بسم الله. رهيبة رهيبة، فاتكم إذا ما جربتوها.